السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشيف عماد أبو صيام، الآن راح يفرجينا طريقة عمل جوانح الدجاج المقلي بالجريشلي اللي هو التشيكن وينز بانيه. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر جوانح الدجاج المقلي بالجريشلي. نلاحظ هنا يتم إخراج العظمة من رأس الجناح كما نلاحظ، يقلب الجناح وتترك العظمة مع الجناح. مرة أخرى نلاحظ كيف يتم استخراج عظمة الجناح باليد وتسحب، ونترك العظمة معلقة بما تبقى من الجناح كما نلاحظ. مرة أخرى نلاحظ يتم سحب العظمة وقلب الجناح. نلاحظ يتم القطع على المفصل وتستخرج العظمة ويقلب الجناح إلى الداخل. هنا تم تحضير الجناح اللي هو جناح الدجاج، بحيث تم الإبقاء على العظم معلقة في الجناح كما نلاحظ. الآن نقوم بتتبيل الجناح أو الأجنحة الدجاج بالملح والفلفل الأسود كما نلاحظ، والبابريكا الحارة أو الحلوة حسب الرغبة. يضاف الآن الملح ويضاف عصير الليمون الطازج إلى الجناح، ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض. الآن تم تتبيل الجناح، هنا نقوم بإعداد مكونات البانيه أو مكونات الجريشلي. هنا تم إضافة البيض، يضاف إلى البيض الحليب السائل والملح والفلفل طبعا، و تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض. الآن نقوم بإحضار جوانح الدجاج المتبلة مسبقا. الآن تغمر بالطحين الأبيض كما نلاحظ، وترفع من الطحين الآن وتوضع في مكونات البيض والحليب كما نلاحظ.
وتوضع في القرشل اللي هي البريد كرمز اللي هي مكونات الخبز المجروش، تقلب الآن جيدا تقليبا جيدا مع القرشلة أو مع مكونات الخبز المجروش، تقلب جيدا حتى تتماسك. تضغط باليد طبعا جيدا الآن أصبحت جوانح الدجاج جاهزة. الآن تقلى بالزيت حتى تنضج تماما وتتحمر. الآن ترفع من الزيت وتوضع في طبق التقديم وتقدم إلى جانب التارتر صوص والليمون. وبذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل الجوانح الدجاج بالقرشل اللي هي تشيكن وينز بانيه. وإلى اللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.